السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحيحتكم واموركم؟ نتمنى ان شاء الله تكون كامله بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم البنات، ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد لي بانكيك. صراحه البنات غير بمعلقه واحده ديال الزيت كيجي البنات قمه في الروعه. المهم نتمنى تكونوا ان شاء الله شفتوا الصوره. المهم البنات، عندي على بركه الله عندي بيضه واحده، عندي خماره ديال الفاني، يمكنكم تنسمو باش ما بغيتو. عندي هنايا معلقه واحده ديال السكر، سنيده، حبيبات. صافي هنا البنات غادي نخلط مزيان هاد المكونات هادي حتى غادي يتجانسوا ليا مع بعضياتهم، ودوك المعلقه السكر ديال سنيده غادي تدوب ليا. هنا البنات غادي نضيف معلقه واحده ديال الزيت، معلقه فقط البنات ديال الزيت. ويمكن لكم البنات هاد المعلقه هادي تستغناو عليها، صراحة يعني بلا زيت البنات راه كيجي تاهو زوين. مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم بدون نقطة زيت ان شاء الله. هنا البنات عندي كاس ديال العصير ديال البرتقال، يمكن لكم البنات تضيفوا الحليب، ويمكن لكم تستغناو على الحليب وتستغناو على البرتقال وتضيفوا ديروا غير الماء. المهم البنات غادي نبقى نضيف هكا بالدقيق بشويه بالمعلقات حتى غادي نحصل على هذوك القوام ديال البانكيك. صراحه في المجموع البنات انا راه خدا ليا 9 ديال المعالق ديال الدقيق. يعني البنات هاد البانكيك شويه هكا كيكون ثقيل البنات، شويه تقريبا بحال الكيك، ولا عاد هكا ثقيل من الكيك واحد شويه باش ما يعذبكمش هكا في منين تكونوا كطيبوه ما يبقاش هكا يسيح ليكم ويعذبكم. صافي البنات هنا غادي نضيف صافي الدقيق بشويه كي قلت لكم غير بالمعلقه حتى غادي نتحصل على داك القوام اللي بغيت. عندي البنات هنا خماره وحده من وزن 8 غرام. صافي غادي نخلط مزيان هذوك المكونات كاملين. هنا البنات الا بغيتوا في الاخير تضيفوا معلقه ديال الخل ولا معلقه ديال العصير ديال الحامض. صراحه انا راه والله العظيم نسيتها ما ضفتهاش، كنت عواله هكا نضيف عصير ديال الحامض ونسيت باش هكا كتعطيكم واحد الخفه وواحد الهشاشه. ولكن صراحه البنات واخا ما ضفتهمش صراحه جاوا فنين، جاوا قطنيين. المهم انتم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في التالي. صافي البنات من بعد ما كملت انا حصلت على داك القوام اللي انا باغيه كي كتشوفوا. عندي البنات هنا هاد القريعات هادو ديال المهم كندير فيهم هكا مره الزيت مره المهم البنات راهم كيتباعوا، راه ماشي غاليين البنات. انا المهم واخدهم هكا بخمسة دراهم. صافي هنايا غادي نخبي هاد الخليط ديالي. ما كانش البنات متوفره عندكم هاد القرعه، يمكن لكم هكا تستعملوا غير مغرف ولا تستعملوا شي كاس ولا غير قرعه ديال الماء هكا صغيره وتقبلها هكا تخويو فيها الخليط وتغطيوها بالغطايه. صافي وتقبوها هكا الراس ديالها بشي عود ديال الشواء ولا شي حاجه. المهم كتبداو البنات صافي المقله البنات تحطوها على البوطه، المقله ديال البغرير ما تكونش كتلصق، ولا اي مقله ما تكونش كتلصق، المهم تكون سخونه مزيان والعافيه البنات تكون مهيله باش هكا كياخذوا لكم داك اللون الذهبي. صافي هنا البنات كي شفتوا انا راه دوك جوج صحابني راني كنصور وانا ما كنتش كنصور، راني عاودت معكم هنايا وحده. صافي غادي نخليها هكا حتى غادي تاخذ ليا داك اللوين. هنا البنات العافيه راه مهيله بزاف. صافي هنا غادي نقلبها نتوما كي كتشوفوا، هانتوما البنات شوفوا اللوين اللي عطات، صراحه اللوين غزال. المهم البنات العافيه كي قلت لكم تكون مهيله بزاف باش ما يتخطفوش هكا ويتحرقوا كيبقاو هكا ما طايبينش، يعني خضر. هذه البنات مازال نخليها هكا حتى غادي تطيب على خاطرها، من بعد عاد غادي نقلبها. صافي هنا من بعد ما طابت هانتوما كي كتشوفوا قلبتها، راه صراحه البنات ما كيلصقوا، انا راه ما دهنت لا مقله لا حتى شي حاجه البنات. صافي البنات هنا من بعد ما كملت لي بانكيك ديالي كاملين، صافي هكا حطيتهم في الطبق ديال التقديم باش غادي نزينهم معكم. هنا البنات وحده اللي ما غاديش نزينها انا غادي نحلها معكم وغتشوفوهم ان شاء الله كي غادي يجيو من الداخل. صراحه البنات جاوا فنين، شوفوا البنات تبارك الله راه ما معجنين ما حتى شي حاجه، شوفوا البنات مفشفشين من الداخل وقطنيين هانتوما البنات. نتمنى ان شاء الله البنات هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم ان شاء الله وتجربوهم. صراحه البنات ساهلين يعني مقادير بسيطه. هنا البنات عندي كي كتشوفوا معايا تما شوكولا ديال الدهن، انا وضعتها غير في داك البلاستيكه، يمكن لكم ديروها في البوش ولا المهم اللي بغيتو، بلاستيكه راه قاديه الغرض. صافي هنا البنات غادي كي كتشوفوا معايا كندير هكا خطوط ديال الشوكولا
على ديك لي بانكيك وتزينها البنسكيكه. نقول لكم دائما كيبقى لكم على حسب الاختيار وشنو متوفر عندكم. انا فقط عطيتكم اقتراح يعني، ولكن يعني يمكن لكم تبدعوا كي بغيتوا في التزيين ديالكم، يمكن لكم ديروا اي حاجه كطيح لكم وتخطر لكم على البال، فواكه، يمكن لكم ديروا غير عسل، زبده، ديرهم بكوفيتر ترشوا عليهم هكا كاوكا ولا سكر كلاصي ولا اللوز ولا المهم اللي بغيتوا. البنات يمكن لكم تخليهم غير هكاك، راه حتى هكا كيجيو زوينين وبنان صراحه. بداك المذاق ديال عصير البرتقال البنات صراحه كيجيو فنين فنين. هنا البنات كي كتشوفوا معايا عندي تما حبيبات الشوكولات بيبي شوكولا، صافي غادي ندير هكا واحد شويه هكا من الفوق كي كتشوفوا، صافي غير حبيبات هكا ماشي بزاف. عندي البنات هنايا لوز ايفيلي، انا كنت تبقى لي من واحد الوصفه كنت خدمتها معاكم، صافي. المهم درت هكا شويه من الفوق غير حبيبات هكا غير رشيشات خفاف. صراحه البنات زين كيجي فن صراحه، الزين جا غزال ورائع البنات. انتما كي كتشوفوا البنات نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، واللي مازال ما مشتركاش معايا مرحبا بك اختي والف مرحبا، شاركي معايا في القناه وفعلي اختي الجرس وتبعي لي الفيديو حتى الاخر. وكنقول لكم دائما شكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى ربي يحقق لكم كل ما كتمنوا في حياتكم ان شاء الله. شكرا لكم وبسلامه.